Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel murselin ala sıratin müstakim. Tenzilel azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddemu ve atharahum ve kullun fi felaki yasbahun. Ve adrib lahum mathalan ashabel qaryati iz ja'ahal mursalun. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مختارون
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسله منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون فما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعوا من لو يشاء لتما إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون مزواج في ظلال الأرائك متكئون لهم فيها ما كانوا ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم فامتازوا اليوم إلى المسلمون لم أحد منكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصطفى اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتولهم الايدي وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر نكز بالخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويبقى القهر على الكافرين أولم ير أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم فهم جند مهترون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي ينشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتذلن يومئذ عن النعيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما
أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَمِنَ الْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ آمين الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلى الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك يا أكرم الإكرامين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا ابن من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أغفر ما أولدنا صالحا تابنا رزقا واسعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يقوم لصاق رحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين senin kereminle, lütfinle okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif ve Sure-i Celle'lerden, aşk-ı şeriflerden, salavatlardan, tekbiratlardan, bugün burada verilen taamdan hasıl olan sevabı, öncelikle Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ruh şeriflerine hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbil Alemin. Ondan hasıl olan sevabı Peygamberimizin Hazreti Adem arasında gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin de ruhlarına hep ayrı ayrı hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbil Alemin. Ondan hasıl olan sevabı müştehit imamlarımızın, evliya-i ikramın, sahabelerimizin, enbiyaların, şuhadanın, şehitlerimizin, bütün gazilerimizin de ayrı ayrı ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbil Alemin. Ondan hasıl olan sevabı dinimizlere kadar getirip ahirete intikal eden hocalarımızın, İslam alimlerimizin, din adamlarımızın, hafızlarımızın da hep ayrı ayrı ruhlarına hediye eyledik, kabul eyle ya Rabbil Alemin. Ondan hasıl olan sevabı bu dünyada Müslüman olarak yaşamış, ahirete intikal etmiş, arkasından Fatiha'ya okuyacak kalmamış, nesli kalmamış bütün Müslüman kardeşlerimizle hep ayrı ayrı olan hediyeledik, kabul eyle ya Rabbil Alemin. Ondan hasıl olan sevabı Anadolu'yu bize yurt yapan, Arpaslan atadan Fatih Sultan Mehmet'e, ondan Atatürk'e, ondan da günümüze ta durmuş teka kadar gelmiş geçmiş bütün şehitlerin, gazilerin, devlet adamlarının, diplomatlarımızın da hep ayrı ayrı olan hediyeledik, kabul eyle ya Rabbil Alemin. Ondan hasıl olan sevabı şurada üzerinde bulunduğumuz haneden ebe-i ecdat bütün ahirete intikal etmiş geçmişlerinde hep ayrı ayrı olanı hediye eyledik. Kabul eyle ya Rabbil Alemin. Ondan hasıl olan sevabı uzaktan yakından gelip Kur'an'ımızı dinleyen, duamıza icabet eden bütün Müslüman kardeşlerimizin de hep ayrı ayrı geçmişlerin ruhlarını hediye eyledik. Kabul eyle ya Rabbil Alemin. Ya Rabbil Alemin, ahirette ve dünyada bize iyilikler ve güzellikler ihsan eyle ya Rabbil Alemin. Bizleri çok şükür bugüne kadar Müslüman olarak yaşayıp bu coğrafyada Müslüman olarak eda etmeyi nasip eyledin. Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ölmeyi de bizlere nasip eyle ya Rabbil Alemin. Bizleri Kur'an-ı Kerim'in yolundan, Peygamberimizin yolundan ayırma ya Rabbil Alemin. Gençlerimize, neslimize de Müslüman olarak ilelebet ahirete kadar yaşamayı ve Müslüman olarak hayata devam etmeyi nasip eyle ya Rabbil Alemin. Vatanımızı, milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu iç ve dış düşmanlardan muhafaza eyle ya Rabbil Alemin. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda nasip eyle ya Rabbil Alemin. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasufun ve Selamun Aleyhi Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Peygamberimizin ruhu için, bütün şehitlerimizin ruhu için, geçmişlerimizin ruhu için, burada yaptığımız bu organizasyonun hayırlara vesile olması için, biraz da Allah rızası için Lillahi Teala Fatiha.